أعزي المسلمين والمجاهدين والخيرين والمقاومين وأبناء الحشد بذكرى شهادة قادة النصر الحاج أبو مهدي والحاج قاسم الذين قدموا ما قدموا من تضحيات إلى المستضعفين وإلى المقاومين ليس في العراق وإنما في المنطقة، وكان لهم دورا كبيرا بالدفاع عن الإسلام وعن المسلمين ودعم المجاهدين، وخاصة في العراق بالمعركة مع داعش كان دور الحاج أبو مهدي والحاج القاسم دور كبير من خلال تنظيم الحشد وتنظيم الأمور اللوجستية والحضور في المعارك بعد انطلاق فتوى الجهاد الكفائي من قبل المرجعية أدامهم الله وحفظه الله المرجعية. وبكل صراحة نفتخر نحن بهذا اليوم، هو ليس فقط يوم للشهداء وإنما يوم للعوائل، عوائل الشهداء، ويوم للمحرومين ويوم للمستضعفين. فمن الواجب علينا نخلد هذه الذكرى ونجعل هذه الذكرى منارا للأحرار والمقاومين من أجل الدفاع عن البلدان الإسلامية وعن العراقيين جميعا، والرحمة والغفران لشهداء العراق ولقادة النصر والحشد والمقاومة الإسلامية والقوات الأمنية. وشكرا لكم.